احتفاليه جميله جدا بيكون بيها شركه اليونز بالتعاون مع مكتب ان بي افريكا في مصر، واللي احنا بنفتخر اكشلي ان هو موجود معانا دلوقتي المكتب بقاله تقريبا سنة ونص بقياده كابتن محمد عبد المطلب اللي هو كان احد اعمده الباسكت بول في الاتحاد قبل كده، كان نائب رئيس الاتحاد وكان عامل شغل كبير جدا مع دكتور مجدي ابو فريخه، ودلوقتي هو مسؤول عن المكتب. المبادره دي هي بتتماشى مع استراتيجيتنا لان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون نقدم دورنا المجتمعي في تنميه المجتمع، وشايفين الرياضه والصحه زي ما دايما بنتكلم دوت احد اعمده تنميه اي مجتمع. النهارده في كميه اولاد معانا من مدارس مختلفه بتنافس بروح رياضيه جميله جدا وفي احتفاليه جميله جدا. احنا شايفين ده جزء مننا ان احنا بنحاول ان احنا نساعدهم في تنميه انهم يركزوا على صحتهم ويركزوا على الرياضه. ده جزء كبير جدا مهم رغم ان احنا شركه تامين، بس شركه تامين ما بقاش موجودين جنب الافراد او الشركات بس وقت وقوع الحادث، لكن بنحاول ان احنا نكون جزء من التوعيه بتاعتهم انهم يحافظوا على نفسهم ويحافظوا على ممتلكاتهم. فدي كانت احد الاسباب دخولنا في الرياضه. احنا ابتدينا مع الشريك بتاعنا النهارده ان احنا دخلنا مدارس الدوري دوت اول سنه معانا 17 مدرسه، طلبات عندنا كتيره جدا، اتوقع ان الموسم الجاي يعني هنوصل لرقم قياسي ان شاء الله. الهدف زي ما بنقول على طول ان احنا نزود الممارسه، نخلي الاولاد تلعب تستمتع بلعبه كره السله، يبتدوا يتابعوا. زياده القاعده دي بتصب في مصلحه الام بي اي ان الناس بتتابع وبتتفرج وبتشوف، وبتصب في مصلحه الرياضه كره السله المصريه طبعا ان احنا بتبقى في فرصه اكبر لاختيار اللعيبه اللي ممكن ينضموا للانديه او منتخبات. انا حسيت ان التنظيم حلو قوي وكله اتبسط وكلنا اتجمعنا ولعبنا اللي احنا بنحبه اكتر حاجه، فحاسه ان ده كان احسن حاجه لليوم ده، وحتى لو ما كسبناش كلنا اتبسطنا. احنا يعني عايزين نشكر قوي جونيور ام بي اي واليونز عشان الايفنت كان بصراحه حلو قوي، وادونا فرصه ان احنا نسافر المانيا. حلوه قوي وكلنا يعني اتجمعنا ولعبنا يعني فور فان عادي، وكلنا حتى لو مش كسبان هيجي لك سيرتيفيكت بارتيسيبيشن وكده. احنا مبسوطين قوي عشان الجائزه، هنسافر المانيا كلنا مع بعض. وي وونت تو ثانك ذا ام بي اي واليونز عشان عملوا لنا الهديه دي عشان كسبنا الام بي اي جونيور. انا شايف والله ان كل ده كان متنظم حلو قوي، وعندي كميه ناس جم وقالوا ان كل ده متظبط حلو، والدوري كان حلو الحمد لله كسبنا. الحمد لله كسبنا اول حاجه، وبشكر ان بي اي على التورنمنت دي، اول تورنمنت بتاعت المدارس، ولعبنا كويس الحمد لله، وكانت صعبه على فكره واستفدنا حاجات كتيره. اليوم كان متنظم حلو قوي، والمكان كان شكله ديسنت وكان شكله حلو، والكومبيتيشن كلها كانت حلوه. اليوم شكله حلو قوي عشان الحمد لله كسبنا البطوله، و عشان هنسافر المانيا ان شاء الله وهنلعب هناك وهنسافر ونتفرج على حاجات كتيره. شكرا اليانز وجونيور ام بي اي.